انت ايه يا اخي الازايا دي؟ مش عارف اقول لك قد ايه انا مبسوط دلوك اللي انتوا فيه ده. حاكم انا دايما اراهن على دماغي. هقتلك يا برهان، هقتلك. حتى دي كمان عملت حسابها. انا دلوك في طريقي لبرا مصر، خلاص اكون عديت الحدود. سلام يا ضحايا الحق. وبعدين كانه عامل حسابه على كل حاجه صح. ربنا يعاقبنا عليك يا بعيد زي ما انت معاقبنا علينا وحارق دمنا. ربنا يدينا العمر يا برهان عشان اشوفك واخد حقي منيك. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا اكلم فريق الدعم يبعت لنا خبير مفرجعات. على خبير المفرجعات، التحرك للموقع قدامنا اقل من ساعه لفك القنبله. طب يا جماعة طب ما نقطع الحبل ونطلع نجري. إذا كان أنا ما قلتهاش استرها علينا يا رب. فك كمان عندك يا رب. خير بإذن الله. خبير الجنابل بقاله بتاع نص ساعة جوه، ومن وقت ما دخل لا حس ولا خبر. طب وبعدين يا رجال؟ هنسكت كده ونسيبهم جوه؟ هنعملوا ايه يعني؟ ندخل نهد البيت ده ونجيبهم من جوه قبل ما يموتوا. لا لا لا، ما حدش يتحرك من مكان. الخبير قال ما حدش يقرب من الباب الا بمعرفته. برهان ده راس وراس الشياطين، وما حدش يضمن يعمل ايه ممكن. انت اللي بتقول كده يا عم خليل؟ عامر ده حبيبه. ايوه حبيبي، وانتوا كمان ناس غاليين قوي على قلبي، بس انا مش عايزين نخسروا اكتر من اللي خسرناه. ان كل اللي نملك نقدر ندعي لهم ربنا يفك كربهم يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا عم خليل. فاضل أقل من 10 دقايق. شكلها كده خلاص جابت آخرها. كأنه الخبير ما خابش في الكاكير. يا رب يا رب. منك لله يا برهان، منك لله. استرها عليهم يا رب. الله جرى يا جرى. انت هو انت واقفين كده ما تدعوا لهم. ربنا ينجيهم. اللهم امين يا رب. ربنا ينجيهم. امر يا جدع. انت وهو واقفين ليه ما تدعوا؟ ربنا ينجيهم يا رب. ربنا ينجيهم. جرى زخلول انت بتقلدني؟ لا انا باكد عليهم. بحسب. ايه الاخبار؟ طمني. لسه يا فندم شغالين. يا رب حلها من عندك يا رب. ياخد روحك يا برهان. الدم اللي في يدك يا برهان. امرك خارج عنك يا برهان. واحد حابب انك حوالي الجيش. الله أكبر. يا ربي لك الحمد والشكر يا رب العالمين. الله أكبر. لله على السلامة يا عامر يا ولد. قلبي كان يوقع في رجلي من خوف عليك يا ولد. الله يسلمك يا عم خليل ويبارك فيك ويحفظك. طب وأنا يا رجل عجوز مفيش حمد لله على السلامة؟ أنا كانت غيبتي مطولة. ألف حمد لله على السلامة عليك يا صالح. حمد لله على السلامة يا ولدي. بلدنا كانت مشتاقة لك قوي، بس الحمد لله الحق ظهر ومش هتغيب عن بلد تاني أبدا يا ولدي.
يا اهل البلد، انا طارق ابن العمدة سرحان وابن بلدكم اللي عشت طول عمري في اسكندرية، واللي انتوا كنتوا فاكريني مت، وان اللي قتلني هو صالح واد عمي، وده ما حصلش. انا اللي كان عايز يقتلني هو برهام زي ما قتل ابوي، بس تدبير ربكم كان عظيم ونجاني من الموت عشان ارد الظلم عن صالح. وزي ما ربنا كشف لكم ستر برهام، كشف لكم حقيقة الناحية الغربية، وان مفيش نداها، نداها اللي عاشت على خوفكم انكم تجربوا عشان تشوفوا الحقيقة. بس من النهاردة كل حاجة هترجع لأصلها، أرض الناحية الغربية هترجع لكل واحد اتاخدت منه. اسمع يا عامر، الظهر انهم مسكوا برهام، هروح دلوقتي وابقى فاهمك اللي حصل. الحمد لله على السلامة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.